أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لتسليط الضوء على ملف المختطفين والمخفين في سجون الميليشيا بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطاف القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. إذن 4 أعوام على اختطاف وإخفاء ميليشيا الحوثي للقيادي في حزب تجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان. لقد أخفت الميليشيا أثره ولم تسمح لأحد بمعرفة حالته الصحية أو حتى الكشف عن مصيره منذ اختطافه في إبريل من العام 2015، رغم المطالبات المستمرة من أسرته ووجود اسمه على قائمة مباحثات تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها في تفاهمات ستوكهولم. منذ دخول الميليشيا إلى صنعاء كانت القوى السياسية والمدنية أول أهدافها في الترهيب والقتل والاختطاف، وفي هذا الصدد اختطفت الآلاف لتجعلهم ورقة للمساومة والابتزاز. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: إلى متى سيظل المختطفون رهينة الفشل الأممي في تحقيق أي اختراق في هذا الملف؟ ولماذا ترفض الميليشيا الإدلاء بأي معلومات عن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. المتحدث 4 سنوات عجاف على اليمنيين، عنوانه الحرب والموت والخراب والقهر والسجون. تتكرس هذه السنوات كدهر من المتاعب لرجل الحوار وفارس السياسة اليمنية محمد قحطان، الذي يختزل في سيرته العامة قصة إنسان دفع ولا يزال يدفع الثمن الباهظ لانحيازه للديمقراطية والحوار والدولة الوطنية. في 4 أبريل قبل 4 سنوات جاءت الميليشيا إلى منزل محمد قحطان في صنعاء، أخذته من داخل منزله ومن بين أفراد عائلته لتصطحبه إلى جهة لا يعلم عنها شيء حتى اليوم. لم يسبق لمعتقل سياسي أن غيب كل هذا الوقت عن أهله وعن المراقبين والمنظمات الحقوقية، فيما تدير الأمم المتحدة حوارات لا تنقطع بين الأطراف اليمنية بحثاً عن السلام الذي مقدمته المنطقية هي الإفراج عن المعتقلين. على مدى 4 سنوات وفيما يعيش قحطان في معتقله الذي لا يعلم عن ظروفه شيئاً، عاشت عائلته معاناة لا تنقطع في ظل تدفق الأخبار عن النهاية المحتملة لوجوده في هذه الحياة. كانت عائلته تستقي معلوماتها من تصريحات وتسريبات عن احتمالية وضع المعتقل الأبرز في السجون الحوثية محمد قحطان في مواقع يستهدفها طيران التحالف. بعد كل هذه المدة لا تزال عائلة قحطان تنتظر نبأ يطمئنها عنه وعن وضعه وصحته ومعتقله، لكن أي من هذه الأنباء لم تأتي بعد. تحول قحطان إلى أيقونة سياسية في المشهد اليمني المضطرب، وبات عنواناً للتظاهرات والاحتجاجات والأنشطة الإبداعية، وتصدر على مدى السنوات الأربع الماضية اهتمام الرابطة النسائية الأهم في اليمن والمنطقة، رابطة أمهات وزوجات المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الميليشيا بصنعاء وسجون القوى المتنفذة المدعومة من الخارج في عدن وغيرها من المحافظات. نحن اليوم خرجنا نطالب بأضعف حقوقنا، نريد أن نرى، نسمع، نشوفه، نطمئن على صحته، لا نعلم عنه أي شيء. قحطان 4 من المعتقلين الذين طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن في ظل الإصرار الذي تظهره ميليشيا الحوثي لإبقاء هؤلاء ورقة سياسية في التسوية المقبلة. يشغل محمد قحطان اهتمام الغالبية العظمى من اليمنيين، على رأس قائمة تضم الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرياً الذين يتعرضون لأسوأ أنواع الانتهاكات والتعذيب في ممارسات ترقى إلى جرائم الحرب، وهي الجرائم التي وصمت هذه المرحلة السيئة من تاريخ البلاد. بداية أرحب بضيفي من إسطنبول عبد الرحمن قحطان نجل، القيادي المختطف محمد قحطان. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك أخي. إذن 4 أعوام مرت على اختطاف والدكم، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم عن حالته الصحية وحالة الاعتقال التي هو فيها؟ 4 سنوات، في كل سنة نحاول يعني الوصول إليه، نحاول نوصل إلى أدنى معلومة تدلنا عن صحته، عن مكانه. كل سنة عن سنة لا نتلقى أي يعني ليس هناك تطور في القضية، لا من جهة الحوثيين ولا من الجانب المحامين الذين حاولوا جهدهم في القضية هذه، لكن لم نتوصل إلى شيء. هل حدث مؤخرا بينكم تواصل مع الوالد؟ مع الأسف كل سنة يعني لم يحصل هناك تطور في القضية. نطالب وما زلنا نطالب بالإدلاء بأي معلومة عنه، لكن لا، ليس هناك استجابة من قبل ميليشيات الحوثي. طيب بالنسبة لكم كأسرة محمد قحطان،
ما تعليقكم وتقييمكم للجهود التي تبذل اليوم من الحكومة الشرعية للإفراج عن سواء الوالد أو من هم المعتقلين والمخفيين بشكل عام؟ الملف المختطفين يعتبر هو الملف الأصعب، يعني أكثر من محاولة، أكثر من مشاورات يعني، وكان على رأس هذه المشاورات قضية المختطفين والمعتقلين يعني. لا، لكن لا لم يحصل هناك استجابة من جانب الحوثيين. تعنتهم هذا يعني يجعلنا في حيرة، يعني ما الذي يحدث؟ أين قحطان؟ ماذا حدث له؟ لا نعرف ما مصيره إلى الآن. طيب، ستبقى معنا عبد الرحمن، وينضم إلينا من الرياض وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ ماجد فضائل. أهلا بك أستاذ ماجد. مرحبا وسهلا، أسعد الله مساءكم. إذن 4 أعوام مرت على اختطاف قحطان وإلى جانبه الكثير من الأسماء، مئات المعتقلين مخفينهم في سجون ميليشيا الحوثي. لو تضعنا أمام الجهود التي بذلت من قبل الحكومة للإفراج عن هؤلاء المختطفين والمعتقلين، وإلينا وصلت؟ طبعا الحكومة منذ البداية، منذ المشاورات الأولى بيل وجنيف 1 وجنيف 2 إلى وصولا إلى المشاورات الأخيرة في ستوكهولم، موضوع المختطفين والمعتقلين والمخفيين كثيرا هي من ضمن أولوياته، وهي على رأس قائمة أو رأس الملفات الإنسانية في مشاورات السلام. هناك جهود كبيرة بذلتها الحكومة اليمنية في التأليف بتلك القضية، أيضا على مستويات عدة، مستويات دولية وأيضا مستويات إقليمية، لكن للأسف الشديد كلما مارست ضغوط للإفراج عن هؤلاء المعتقلين توجد أراكل كثيرة، وهناك التفاف كبير من الميليشيا لاستغلال الملف سياسيا. يعني في آخر الجولة كانت في الأردن قبل شهر، كنت أحد الأعضاء في اللجنة، وصلت طبعا تم الاعتراف من قبل الميليشيا الحوثية بالأربعة المشمولين بكرامة قتلان أنهم كلهم موجودين، طبعا الأستاذنا الفاضل الأستاذ محمد قحطان وفيصل رجب كان في السابق في الإفادة السابقة التي كانت في ستوك وما بعدها في عمان الأردن، قيل أن قدمت إفادات فارغة، ثم بعد ذلك قيل أنهم غير موجودين، وفي آخر جولة قبل شهر تم الاعتراف بأنهم موجودين، وأيضا قيل بالنص الواحد نحن ملتزمون بتسليمهم وملتزمون بما وقعنا عليه. هذا اعتراف صريح بوجودهم لدى هذه الميليشيا وأنهم يعني مستعدين لتسليمهم. فعندما جاءت عملية وصلنا إلى قائمة أولية تقريبا من 1400 اسم من الطرفين يعني المعترفهم أو الذي تم الاتفاق على أنهم موجودون ولا توجد أي ملاحظات حولهم، الميليشيا عادت إلى لعبها والتفافها على الاتفاق وأرادت تجزئة الموضوع، خاصة الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن لهم الأستاذ محمد قحطان وفيصل رجب والصبيحي وأيضا ناصر هادي الفندق ناصر هادي. للأسف الشديد حاولت الميليشيا تجزئة الأربعة ضمن الملفات، وأيضا حاولت اللعب على هذا الملف سياسيا مما أدى إلى توقفه، ونحن رفضنا رفضا قاطعا على تجزئة الملف، وقلنا على الأقل يتم إطلاق سراح كمرحلة أولى، إطلاق سراح من تم التوصل أو الاتفاق على أنهم موجودون دون قيد وشرط، وهذا ما ينص عليه اتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين. ثم بعد ذلك عيد الموضوع إلى القيادات السياسية، وأيضا قدم المبعوث مقترح أثناء زيارتي إلى صنعاء، طرح عليه مقترح نقله إلى فخامة الرئيس الذي رفضه، وهو أن يتم إفراج أن يعني ناصر هادي كدفعة أولى مقابل عدد من المعتقلين أو الأسرى التابعين لهم، وقيل لهم أن هذا الملف ملف إنساني، لا يمكن، لا يوجد لدينا أشخاص مهمين وغير مهمين، يتم الإفراج عن الجميع مقابل الكل، والكل مهم بالنسبة لنا، نحن حكومة مسؤولين عن الجميع، ولا يمكن القبول بتجزئته بأي شكل من الأشكال، وعادوا إلى المختصين له اللجنة الخاصة الإشرافية بملف المعتقلين والأسرى. ستبقى معنا الأستاذ ماجد، أعود مرة أخرى للأخ عبد الرحمن. إذا استمعت لحديث الأستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، يقول أنهم حصلوا على تطمينة مؤخرا، واعترف ممثل الحوثيين في المفاوضات على ملف المعتقلين بوجود الأربعة الأسماء المشمولين بالقرارات الدولية لديهم وضمنهم الوالد. هل حصل وأن تم التواصل بينكم محاولات شخصية للاطمئنان على حالة
الوالد لدى ميليشيا الحوثي، وما هي الردود التي تحصلون عليها؟ أولا أحب أن أشكر الجهود التي قامت بها الشرعية من جانب إنساني ومن جانب سياسي. ثانيا حاولنا من قبل مع الأستاذ الشهيد عبد القادر هلال، كان هو حلقة وصل بيننا وبين بعض قيادة الحوثي، لكن ما يعني توقفت بعد استشهاده، توقفت التواصل. كنا نوصل له بعض الملابس، بعض الاحتياجات الضرورية عن طريق الدكتور عبد القادر هلال، وبعدها انقطع التواصل بعد استشهاده. لكن من يومها حتى هذه اللحظة انقطعت أي محاولات للوصول إن كانت الوصول إيصال بعض هذه الأشياء التي كنا نوصلها إلى قحطان، لكن لم نصل إلى شيء. طيب عبد الرحمن، اليوم أنتم كأسرة، ما هي الخيارات المتاحة لديكم من أجل الضغط لمعرفة مصير والدكم؟ ما الذي يمكن أن تلجأوا إليه؟ لا خيار لدينا سوى الدعاء والتمسك بحقنا في مقاضاة من هم المتسببين في هذه القضية. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن قحطان، نجل القيادي المختطف لدى ميليشيا الحوثي محمد قحطان، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفنا أيضا من فيينا توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك توفيق. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. الواضح الآن أن مشروع الميليشيا بالنسبة لليمنيين هو إما أنهم محاصرين أو دروع بشرية أو مخفين في غياهب السجون. ما الذي يترتب برأيك على هذا السلوك بتصورات القانون الدولي؟ القانون الدولي واضح في مثل هذه الحروب، خاصة في حالة النزاعات سواء المسلحة سواء كانت الدولية أو النزاعات الداخلية، وهي جرائم ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة القضائية والقانونية سواء أمام القضاء المحلي أو القضاء الدولي بموجب اتفاقية روما، ويحق للحكومة اليمنية أو للأفراد أو للمنظمات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم حتى أمام القضاء المحلي ذو الصبغة الدولية لبعض الدول التي ينص قانونها أو التي تنص دساتيرها على ذلك، ومثل الدول الأوروبية. أعتقد لجان التحقيق الأممية بما فيها اللجان التابعة لمجلس الأمن أو لجنة الخبراء البارزين التابعة للمفوضية التي شكلت وانشئت موجب قرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الحرب، تشكل اليوم أحد الوثائق والمرتكزات القانونية الأساسية التي باعتقادي تشكل مدخلا مهما للتحرك الدولي أمام أي قضاء بما فيه القضاء الدولي. وهي تحدثت عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي والأطراف الأخرى في الصراع الدائر اليوم في اليمن. طبعا الأستاذ ماجد، فيما يخص التفاهمات الآن والمباحثات الجارية في ملفات المعتقلين بناء على ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، إلى أين وصلت هذه الجهود مؤخرا؟ يا سيدي العزيز، الآن الجهود طبعا الاتفاقات بشكل عام متوقفة بسبب التأثر الموجود في كافة الملفات، منها على أساسها أو على الملف الرئيسي لهذه الملفات هو ملف الحديدة الذي تأثر نتيجة لتعنت الميليشيا في تنفيذه، وأكس أثره على أيضا ملف تعج وملف الأسرى والمعتقلين. للأسف الشديد هذه الميليشيا كما أخبرتك رغم الضغوط الكبيرة من قبل اللجنة الدولية الصليب الأحمر والأمم المتحدة في عملية على الأقل تواصل أهالي وذوي الأهالي وأسر المعتقلين مع ذويهم، ويعني
المعتقلين لدى هذه الميليشيا إلا أنها ترفض بشكل قاطع، وخاصة كما ذكر الأخ العزيز عبد الرحمن الوالد محمد قحطان تم منع أي تواصل به بشكل متعنت رغم كل الجهود وكل الوساطات التي بذلت، لكن ما زالت الميليشيا تتعنت. أيضا في آخرون تتعنت الميليشيا في أيضا الاعتراف أيضا حتى في اعتقالهم، تقريبا أكثر من لدينا تقريبا 2600 تقريبا من الأسماء اللي الميليشيا حتى الآن ما زالت يعني تتلاعب في الاعتراف بهم من المعتقلين والمخفيين لا تريد الاعتراف بهم. هنالك أدلة قدمت من قبلنا بوجودهم لدى هذه الميليشيا، وبل للأسف الشديد قبل في الأسبوع الفائت شرعت الميليشيا في محاكمة عدد منهم من الذين نكرت وجودهم وما زالت تحاكمهم، يعني وقاحة ما بعدها وقاحة. هذه الميليشيا مجرمة لا تلتزم بأي مواثيق أو عهود مهما كانت. طيب أشرت إلى أنه ربما اليوم التوقف والتعثر في ملف المعتقلين هو أيضا له علاقة بالتعثر الحاصل في باقي الملفات، وهنا السؤال لمتى سيظل المعتقلين والمختطفين رهينا لفشل هذه المشاورات؟ كما أخبرتك يعني الملفات متعلقة فيما بعض نظرا لعدة الأمور، أن الملف السياسي يؤثر على كافة الملفات، والميليشيا تستغل هذه الملفات خاصة الملف الأسر المعتقلين لتحقيق أهداف سياسية. يا سيد العزيز، الحكومة قبلت المضض وقبلت تقريبا لمصلحة المدنيين في القبول بعمليات بهذا الاتفاق بشكل عام، رغم أنه سوى بين المعتقلين المدنيين الذين يتم القبض عليهم في المنازل أو الطرقات أو أماكن عملهم بتبادلهم بأسرى حرب، يعني أسرى حرب مقاتلين في الجبهات يتم القبض عليهم. وهذا أشار إليه فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن أن الميليشيا تتعمد القبض على الكثير من المدنيين باستخدامهم كرهائن لإجراء عمليات تبادل بهم فيما بعد مع الحكومة الشرعية بأسرى حرب، وهذه جريمة بحد ذاتها ومخالفة قوانين دولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن رغم ذلك قلبت الحكومة مصلحة المدنيين عشما في الإفراج عملية الإفراج عنهم ولكن دون جدوى للأسف الشديد. هذه الميليشيا هي المسؤولة وهي من يجب الضغط عليها للالتزام بتنفيذ الاتفاقات وليس الحكومة. طيب أعود للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، إذن كما استمعت لحديث الأستاذ ماجد وربما هناك الكثير يتفق معه في هذه النقطة أن الميليشيا اليوم تستخدم المعتقلين والمختطفين لديها لتحقيق مكاسب سياسية وكورقة ابتزاز سياسي، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن مصير هؤلاء الذين يستخدموا اليوم كابتزاز سياسي، مع أنه الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة كان مدخل إليها مدخل إنساني، برأيك لماذا كل هذا الصمت؟ أنا باعتقادي اليوم الحوثيون يستغلون الوضع بشكل كامل بما فيها ضعف الحكومة الشرعية. أنا باعتقادي ودائما كنت أكرر بأن اتفاقية ستوكهولم كان اتفاقا ملغما، لا أدري كيف تم التعويل عليه بصورة كبيرة، وكان من المفترض على الحكومة الشرعية في هذه المفاوضات أن تضغط بقوة، خاصة وأن لديها تجربة سابقة مع الميليشيات خاصة في ملف المعتقلين، وكان هنالك مباحثات الكويت التي كانت أشبه بماراثون، وكان هنالك تجربة واضحة حول كيفية مراوغة واستخدام الميليشيات لهذه الورقة، وكان من المفترض على الحكومة الشرعية أن لا توقع أي تفاهمات في ستوكهولم ما لم يكن هنالك بوادر حسنية حقيقية، ومن ضمنها إطلاق على الأقل المعتقلين السياسيين والبارزين والوزراء بدرجة أساسية حتى تبدأ بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة ثانية. للأسف الشديد الميليشيات تتعامل مع هذه الملفات بهذا المنطق. المجتمع الدولي للأسف الشديد يدلل جماعة الحوثي ويحاول أن يمسك العصا من الوسط، واعتقد حتى ان دلاله المجتمع الدولي او تدليل بمعنى ليس دلاله الحجه، انما
الدلال الذي يقدمه المجتمع الدولي ايضا يعكس ايضا بشكل او باخر ايضا ضعف الحكومه، ضعف الحكومه على المستوى الخارجي وضعف الحكومه في تقديم هذا الملف بصوره كبيره. لم نرى الى حد الان مواقف واضحه. حتى اليوم من المفترض ان الحكومه الشرعيه تقدم رساله واضحه للامم المتحده، تقدم رساله واضحه لمجلس الامن بانها سوف توقف كافه المفاوضات وبانها قد تعيد النظر في اتفاقيه ستوكهولم ما لم يكن هنالك توجه دولي حقيقي للضغط على هذه الميليشيات. لانه من العار او من العيب ان الحكومه الشرعيه تصمت يوم ان ذبحت حجور، وكان الامين العام داخل مجلس الامن يتحدث بان عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات يتعهد بصوره شخصيه بتنفيذ اتفاقيه الحديده، وهو ما لم يحدث الى حد الان. بمعنى اليوم هنالك مراوغه كبيره، واعتقد بان جريفيث اليوم يسعى لتسجيل او اضافه انجازات وهميه تضاف الى سيرته الذاتيه ليس الا، لانه في حقيقه الامر اتفاقيه ستوكهولم ماتت او اصبحت بمثابه تستطيع ان تقول يعني سراب ليس الا. اليوم على الحكومه الشرعيه ان تلملم نفسها وتوجه يكون خطابها واضح باعاده النظر في كل هذه الاتفاقيات، وبانها ربما تقطع اي لقاءات مستقبليه ما لم يحدث تقدم حقيقي واختراق جاد في ملف المعتقلين. طيب استاذ ماجد، اذا في الوقت الذي تقول انت فيه ان التعثر في ملف المختطفين بسببه تعنت ميليشيا الحوثي واستخدامه لهذا الملف لتحقيق مكاسب سياسيه، الاستاذ توفيق الحميدي واخرون ايضا يقولون ان هناك ربما ضعف في اداء الحكومه، على الحكومه عدم التزام الصمت والمطالبه وممارسه المزيد من الضغط على الميليشيا. وهنا السؤال، ما هي البدائل اليوم امام الحكومه للضغط في هذا الملف وتحقيق انجاز فيه؟ سيدي العزيز، اتفق في كثير مما طرحه الصديق العزيز توفيق الحميدي، ولكن هنالك لابد ان نعلم ان الالتزامات والمسؤوليات الملقاه على الحكومه تختلف وكبيره جدا بغير الالتزامات او بغير المسؤوليه التي تلقى على الميليشيا. فالميليشيا ليس لديها اي مسؤوليه، هي همجيه فوضويه لا تلتزم باي توجهات او ضغوط دوليه، بخلاف الحكومه التي لديها تعهدات ولديها تحالفات كبيره، منها يعني التحالف العربي، منها ضغوطات دوليه تتعرض لها وهي مجبره على التعامل مع هذه الضغوط وايضا الاستجابه لكثير منها. يعني هي ليست هي المسؤوليه مسؤوليه قانونيه والمسؤوليه الاخلاقيه لدى الحكومه مختلفه تماما عن الميليشيا التي لا يوجد لديها اي مسؤوليات او التزامات. نحن لدينا تحالفات، لدينا شركاء، لدينا ايضا يعني كثير من يعني المجتمع الدولي يعني الاعترافات الدوليه والقوانين الدوليه وغيرها من الامور التي يجب مراعاتها اثناء التعامل الدولي. بذلك نحن نؤكد ان نمارس كل الامكانيات وكل ما يمكن عمله لاجل اجراء وحث المجتمع الدولي للضغط على هذه الميليشيا، لكن كما اخبرتك هذه الميليشيا جات يعني للاسف الشديد هي استغل الملف للعب، ونظرا لعدم التزامها ونظرا ل يعني عدم وضوح ايضا كثير من مواقف المجتمع الدولي الذي كما اخبرك الاستاذ توفيق هو يمسك العصا من الوسط، لكن نحن مستمرين في عمليه الضغط عسى ان نصل الى حل. لكن الذي اؤكده انه الطقس تكون كان خطوه جيده نحو تطبيق القرار 22/16 وكان مبادره اساسيه لو تم تنفيذه في تنفيذ القرار، والانسحاب ميليشيا من الموانئ ومدينه الحديده كان مهم جدا وخطوه اساسيه نحو ان نزع عمليه السلاح واحلال عمليات السلام بشكل كامل. هذه الميليشيا حتى الان ما زالت ترفض، الان مضت رابع شهر، دخلنا في الشهر الرابع وهي ما زالت ترفض تنفيذ حتى المرحله الاولى وهي المعنيه بها. لا يوجد اي مسؤوليه لدى الحكومه في تنفيذ تلك المرحله وهي الانسحاب من موانئ الطريق وراس عيسى وميناء الحديده. شكرا جزيلا لك ماجد فضائل وكيل وزاره حقوق الانسان، كنت معنا من الرياض. عود الاستاذ توفيق الحميدي. اذا الغموض وعدم وضوح الصوره او فيما يخص تعامل المجتمع الدولي مع ملف المعتقلين كما يقول الاستاذ ماجد، هو ايضا يعني يطرح تساؤل حول ما الذي يمكن فعله من قبل الحكومه اكثر، ما هي البدائل المتاحه اليوم امامها الى جانب ما تقوم به وفق الامكانيات المتاحه امامها في هذا الملف؟
أنا باعتقاد الحكومة لا أمامها الشيء الكثير يمكن أن تفعله هذه الحكومة، على الأقل محاولة تغيير الرأي العام الخارجي قدر الإمكان من خلال الحركة أو وضع خطة استراتيجية للسفارات في الخارج. أخي لدينا اليوم ما يقارب 120 سفارة، يعني تستهلك موازنات وموظفين، ما عملها في الخارج. هل معقول أن هذه السفارات طوال السنوات الماضية ليس لديها أي أصدقاء من الناشطين والصحفيين والسياسيين الذين يجب أن توضح لهم حقيقة ما يحدث في اليمن وتتحرك بصورة أو بأخرى؟ الحكومة اليمنية اليوم يجب أن تفصل الملف اليمني عن الملف السعودي. أنا أعتقد أنه الملف اليمني أو بقائه تحت العباءة السعودية أثر كثيرا في المحافل الدولية، هذا واضح عند المشاركات في جيني وفي كثير من المحافل الدولية. الملف اليمني لا يأتي باستقلالية كاملة، وبالتالي اليوم يجب أن يستقل الملف اليمني الحقوق بدرجة أساسية، لأننا أصحاب قضية واضحة وقضية باعتقادي أن المجتمع الدولي كله سيتعامل معه. الأمر الثالث، الحكومة الشرعية يجب أن يكون لديها موقف واضح كما أشرت سابقا، موقف واضح بأنها إذا لم يتم تقدم حقيقي خلال فترة محددة من الزمن فإنها سوف تسعى إلى وقف كل التفاهمات مع جماعة الحوثي وتوقيف وتجميد كافة المفاوضات حتى التعاون الجاد مع الأمم المتحدة. هنالك أوراق يمكن أن نعمل عليها، لكن للأسف الشديد نحن ربما شهي يعني لدينا أو الحكومة لديها أمر مفتوح، يعني ليس لديها حدود، ليس لديها رؤية، هذا أمر غير قابل مطلقا. يعني من المفترض بعد 20 يناير وعدم تنفيذ الميليشيات تظهر الحكومة الشرعية، تصدر بيان صحفي، تتحدث إلى وسائل الإعلام، تضع الحقائق قبل المجتمع الدولي، ثم ترسل برسالة مباشرة لمجلس الأمن. لكن لحد الآن مفاوضات تلو المفاوضات وجلوس تلو الخلوة هي تستجيب دون أي يعني دون أن يكون لديها موقف محدد لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. أعتقد هذا أمر محبط، يعني حتى ونحن نتواصل مع أهالي المعتقلين أصبحوا حتى لا يثقون بالحكومة الشرعية لأنهم لا يرون موقف جاد وحقيقي للانتصار لهؤلاء الذين معتقلين في السجون بسبب واحد وهو وقوفهم مع الحكومة الشرعية. شكرك جزيلا توفيق الحميد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم ماهر أبو المشيمة.